بتاع، واوضتنا طول عمرنا احنا بنرحب بالناس كلها طبعا وبنرحب بالجميع وما فيش اي حاجه خالص. هم خالص. مصورين دايما، مش عارف ان اوضتنا دي كانت اوضه مختلفه. اوضه تفهمش ليه؟ والله انا شايف دايما، ان انا بقول ان دايما يقول لك ان الشجره المثمره الناس بتحدفها بالطوب، فانا اعتقد ان احنا كنا مثمرين زياده عن اللزوم انا وانت. اسمرنا كان بيطلع بره. فكانت ايوه صح. فلا يمكن عشان احنا ما بننامش بدري يعني. وشادي الحقيقه لما يعني كان معانا برضو شادي تالت معانا يعني. انت فاكر انا اقول لك احنا مره سهل العاك، سهل العاك. لا مش سهل العاك، انا غير سهل العاك. لا احكي لك الموقف التاني. فاكر كنا في كاس العالم للانديه، كنا في اليابان. اوجه كلامي بقى للناس. كنا في اليابان نلعب كاس العالم للانديه، وكان الوقت ساعتها الساعه من تالي 4 الفجر 5 الفجر. 4 الفجر هناك في اليابان. توقيتهم يعني اللي هو المفروض اللي هو النوم من 11 برضو و12 كده. فكابتن حسام بدري كان معدي، فسامع سامع يعني، فهو سامع ودوشه وزعيق وبتاع وكده. فطبعا كنت انا قاعد انا في الاوضه، انا واسلام وشادي. انت بس هكمل لك، انت شادي كان والده توفى. ايوه. وكان جالنا يومين متاخر. كنت لسه هكمل والله. يعني كنت في الاوضه انا واسلام وشادي، وهي اساسا الاوضه اوضه اسلام وشادي. انا كنت بقعد مع عماد النحاس، وطبعا عماد النحاس طبعا انا في الاوضه معلمني الادب. يعني عماد النحاس يعني انت عارف عماد النحاس يعلمك الادب، ما ينفعش تسهر بتاع الكلام من ده. فالمهم طبعا شادي كان جاي متاخر عشان والده توفى، فجي يومين متاخر. فالكابتن حسام فضل يخبط بتاع ساعه، ويخبط ويرزع وبتاع الكلام من ده. طبعا احنا لا فتحنا ولا اي حاجه خالص وبتاع. طبعا الاستاذ ده يا جماعه معلش لازم اقولها، الاستاذ ده كابتن شادي. كابتن شادي طبعا والده متوفى، فانا مش هيكلمه ظروفه يعني. والاستاذ ده مش اوضته وما يعرفش حد، محدش يعرف حاجه. وبعدين كان ساعتها في ايه شده كده ما بينه وبين الكابتن حسام، فما بيكلموش يعني. فمين اللي في الهيصه؟ اتفضل كمل. فطبعا كابتن حسام ما لقاش حد يساله غير اسلام. تاني يوم الصبح على الفطار. وطبعا يعني اسلام زي ما كان بلط في لعبه وما حدش يرقصه ويرخم وبتاع، فهو برضه بره. فالكابتن حسام ايه؟ دخل عليه، وطبعا كابتن حسام بقى انتوا عارفينه في نرفزته وبتاع كده. فدخل قال له يا اسلام. هواجبه. اسلام. قال له يا كابتن. قال قاعد عمال اخبط عليكم طول الليل ما بتفتحوش ليه؟ قال له انت خبطت؟ قال له امتى الكلام ده يا كابتن؟ قال له لا برزع عليكم. قال له كان الساعة كام؟ قال له كان الساعة 4. قال له يا كابتن احنا نايمين من 11. معلش يا كابتن حسام احنا معلش اسفين يعني، احنا ما كناش نايمين اليوم ده. طب بمناسبة كابتن حسام والنبي، طب استنى بس اكملها اخلص. طب اقول موقف تاني مع الكابتن حسام عشان ما يتنسيش. ماشي. وبعد كده ايه خلاص ابطل بقى الكابتن حسام بقى خلاص. انت كنت موجود في القعدة اللي جمع فيها اللعيبة الكبيرة. لا انا كنت مش كابتن حسام ما مسكش معايا مدير فني، انا ما كنتش موجود هو مدير فني. كابتن حسام منافسه شديده وبتاع واحنا ماشيين كويس يعني. هو دايما اجتماعاته كان مع الفرقه كلها. فانت عارف الشباشب اللي هي بتبقى في اوض اللبس بتاعه المدربين اللي هو بيستحموا بيها وبتاع كلام من ده. انت عارف يعني الشباشب ديت يعني كانت يعني اي حاجه بتلبسها في رجلك اي حاجه وخلاص. فمره عمل اجتماع معانا وكان لابس شبشب من الشباشب دي. ويجمع اللعيبه الكبيره وقعد يتكلم. بص قعد معانا تلت ساعه، وانتوا ولازم تقفوا في ظهري وناديكوا وجمهوركوا والكلام ده كله. فخلص الاجتماع تمام يا رجاله تمام معرفش ايه بركات. قلت له بص يا كابتن مش متقبل منك ولا كلمه اللي انت لابسها. قال لي بقول لك اطلع بره. لا 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 مش هتكلم معاك تاني. قلت له مش متقبل منك اللي انت لابسه في رجلك. شبشب اللي انت لابسه ده. بعد الهيصه دي كلها وبعد الكلام ده كله. قعد عمال يتكلم كلام بجد والله فعلا كلام بيشدنا وكل حاجه. بس هو الشبشب ما كانش ينفع خالص ان انت لو موجود. كله طبعا ضحك ووقع. احنا كانت قعداتنا حلوه اسلام، وكنا بنبقى قاعدين. وكان كابتن حسام يعني بيثق فينا. طبعا احنا كنا بنثق في الكابتن حسام. كابتن حسام معلش انا اكمل بقى بقيه عشان ده برضه مهم. ايه احنا التلاته نازلين الصبح نايمين يعني بعد ما نمنا وصحينا نازلين على الفطار. كان 8 الصبح مش عارف ولا ده كان بدري قوي. فبركات نزل دخل الاول. فطبعا بركات قام مصدر له الوش اللي قام عامل له شعر وش كده، قام جاي باصص كده قام جاي ماشي.
فكابتن حسام قام باصص له وخلاه يعدي. ما هو انت الفتره دي كابتن حسام كان مقعدني احتياطي فما بيلعبنيش وانا عمود واعرف انا ما بلعبش. لا ليه؟ كان مانويل جوزيه معانا بس هو كابتن حسام انت كنت شادد معاه ما اعرفش عشان انت يعني حاجه كده مهم يعني. فدخل شادي بعديك فيعني شادي دخل بعد بركات فالمفروض شادي يا جماعه يعني والده متوفي فطبعا مش هيكلمه اكيد فلقى مين بقى داخل في الاخر. انا قلت لهم مش فاكر انا قلت لهم ايه قلت له شادي وبركات قلت لهم يا جماعه انزلوا انتوا الاول خشوا وانا هبقى اخش بعدين فحاجه يعني. المهم كابتن حسام دخل قام جاي قال لي اسلام هو في ايه يا اسلام مش بخبط عليك تقول لي قلت له انا يا كابتن انا كنت نايم من الساعه 11 فيعني طب خلينا ناخد برضو واحد من نجوم هذا الجيل.